أجواء جميلة جدا تقشعر لها الأبدان. أنا لم أرى بحياتي أجواء وحب مثل هذا الحب للشعب الفلسطيني، وهذا بخليني أرفع راسي كوني فلسطيني وكوني بين أهلي. الشعب المغربي شعب كريم، شعب معطاء، شعب عظيم بحب الشعب الفلسطيني. وإحنا بالنسبة لنا لا فرق بالفوز والخسارة، هذه بالنهاية كرة قدم، ولكن الإشي الأعظم هو نصر الجمهور ونصر الشعب الفلسطيني والشعب المغربي في هذا اللقاء.